ألف مبروك يا زيزو على الفوز. تحب تقول في إيه في المواجهات الجاية؟ أنا بس عايز أقول كلمة واحدة بس، اللي يلعب معانا يستحمل. لا ترجم لي يا زيزو، إحنا غلبنا المنستير 4-0، دي كانت حصة تدريبية يا راجل. بس الماتشات الجاية كلها صعبة، وفي ماتش فيه الدن. الدن مش هيعمل علينا سي، إحنا اللي هنعمل عليه زي، يعني زيزو، يعني الزمالك، يعني ولاد متعود. ده تحذير لكل الفرق، ويلا سلام عليكم.